اسأل حل وقص ما دايرين نكتر الكلام ينقذ لازم تصدق بس سردت بالعلن كتير خليف سردت بالدس طالعين تظاهر سلمي في الأساس بتواجهنا بكلاش بناخد رصاص في الراس وشفع شايلين حصاص عشان الجيش يتدخل عايزين يموتوا زيكم ورونا نتفق معاكم شنفت الوطن بالدم يا إما نموت في ذا الوطن يا إما موتنا بالهم انتوا أمنوا الورا نحن بنرمي قدام مسكوا البلد حرامية وما عاد لينا مقام الإنقاذ أفعال ما في تكبير ورقيص وكلام اتصلنا الإنقاذ وهس في سطح البحر يا إما نعوم عشان ننجو يا إما غرقنا زي حجر خلاص بدت تكتم فيكم حق الناس بسكيكم ما بنخاف من الموت والبتخافوا منه جاييكم ما بنشيل ملتوف سلمية بس بنوديكم ماي هاشتاج إزرائيليست تك في الظلة بحر جليس تك هو يا زول خلاص قم في كد غير أكلم سيك ليها الشعبي فقران والمؤتمر كله قاعد يسمي يا ظاهر بس في سوشيال ميديا الليلة الحساب ولد عدد كبير من الرجال ما تستيل دوينج سمع بط أنا الخليفة جاي الميديا شان أديكم المدد شباب يخبطلوا العلط بدل ما تصور لك فيديو واطلع مع الناس في الظلة غلط تكون معانا في البلد وثوري بالقلم تعال شوف الكنداكة بتعطف عاملة برقع بالعلم عشان نبطل الكلام يا إما نموت للجيش اللي يطلع يا إما نعمل اعتصام لكل آجل إن أجل إذا المعوج قد اعتدل والماخي الطلقة يتسأل بأي ذنب نتقتل والله يا نطلع كلنا ينغطوا وشوشنا من الخجل.